عودتني اسمع انا كل البوماتي ترى ما في ستاف معي، يعني انا ممكن انا واحد ولا اثنين ونخلص الالبوم. يعني فن العلايه انا طرحته كشاهد الحين، الناس طاروا في فتره مثل هذا الفن يعني، بس انا كنت اشوف اضحك بصراحه. عندك زملاء فنانين غنوه؟ انا متاكد انهم ندمانين انهم غنوه. ما جبرتك تبتسم لا ولا تضحك معاك. دائما اللحن العراقي يتميز في الاحساس، انه ان شاء الله المرحله الجايه بكون اقوى واقوى كثير يعني ان شاء الله. ناوي كل قوة. في حروب داخلية بتحطمك حقيقي يعني. للأسف يعني. هل الفن مع الفنان سعد الفهد، تشاهدونه الخميس الساعة 11 مساء على قناة الريان.